في النساء 84 في سورة النسوان الآية 84 يقول فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. هاي الله دي يحكي ويا محمد، وحرض المؤمنين، وحرض المؤمنين على شنو؟ على الصلاة، على الصوم، على أعمال الرحمة، على المحبة، على التقوى. لا لا لا، وحرض المؤمنين عسى الله أن يكفوا بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. قاتل لا تخاف، الله ينكل، الله يطيح حظ ذول اللي يوقفون قدامك. أنا بس أريد يطلع لي مسلم ينطيني واقعة تاريخية من كتب المسلمين أن المصريين هجموا على محمد. ليش رحتوا مصر؟ ليش رحتوا إسبانيا؟ ليش المغرب؟ ليش الأمازيغ والبربر اجوا عليكم يقاتلوكم؟ العراقيين اجوا عليكم على شنو يقاتلوكم؟ انتوا عايشين بصحراء، انتوا نفسكم ملاقين مي وزرع تاكلون من عندها، على شنو يعني سوري بالتعبير، انا دائما اجيبه لكن مع احترامي لكل الاعمال. يعني واحد عالم وطبيب جراح مشهور مثل يعقوب مجدي يعقوب، يعني يحسد واحد زبال ولا كناس ولا واحد يشتغل يفتح بلاليع ولا سمكري؟ على ايش يحسده يعني؟ على ايش يحسده؟ كمثال بجيب، على شو يحسدك ابن العراق وابن الشام وابن لبنان وابن اسرائيل وابن مصر؟ على شنو يحسدك انت كعربي؟ على شنو يحسدك؟ على الصحراء؟ على شرب بول البعير؟ على رضاع الكبير؟ على زواج المتعة؟ على المسيار؟ اشو انتم دينكم دعاره وكله قتل وسلبونها؟ على شنو راح يجون عليكم؟ شنو اللي عندكم ما موجود عندهم؟ انتم تموتون من الجوع حسب كتبكم الاسلاميه، انتم تموتون من الجوع. روح اقرا الكتب، اقرا السيره النبويه لابن هشام، اقرا ما معنى الاحتفار، اقرا روح شوف. العرب كانوا من يموتون من الجوع يروح بالشولة هو وعائلته حتى يموتون واحد ورا الاخ من الجوع وما حد يشتفي بيهم. هذه حقيقتكم. انا ما اتكلم عن العرب انه كانوا لا لا لا، الاسلام من اجى؟ الاسلام اذا يدخل امريكي بالاسلام هذا الامريكي يصبح انسان سيء، واحد مريخي، بلاش من الكره الارضيه، واحد مريخي، انطيه قران يصبح سيء، واحد من مجرة ثانية انطيه القرآن يصبح إنسان إرهابي. اكتب على اليوتيوب هجمات سبتمبر، تفجيرات لندن، القتل في ألمانيا، بس اكتب الهجوم على شارلي إبدو، على مود حطوا قنبلة على رأس محمد. هو محمد لو كان عنده قنابل وصواريخ كان مليارات ماتت، كان ما بقى مكان ما احتله. واليوم لأنه أنتم ضعيفين تحتلون العالم بالهجرة والمسكنة. احنا حرب عندنا بالعراق، انا عندي حرب بسوريا، انا ليبي وهجروني قتلوني المسلمين، قتلوني حموني. بس يحموك بأوروبا وبأمريكا باستراليا، نطالب مسجد لكي نصلي، نريد الشريعة الإسلام، ما انت طبقتوها عندك. لما داعش فتحت الإسلام عندك دولة إسلامية، أشو ما شفت أحد من شيوخ السعودية اللي يطلع ينادي بالجهاد راح جاهد وياهم؟ ليش؟ أنا أريد أسأل، أقول للمسلم أنت عقل عقل ما عندك؟ يعني إذا أنت عقل ما عندك اسمع مني وتنور. لما صارت دولة الإسلام داعش، أشو ما شفنا العريفي لو الحويني راحوا قاتلوا في سبيل الله حتى يغنمون حوريات؟ تعرف ليش ما يروحون؟ لأن يعرفون كذب، لأن الحويني متزوج 23 وحدة، لأنه العريفي يدخل بفنادق الأردن يجيبوا له نسوان، لأنه إسلامك يشرع له يتزوج مسيار أو متعة. وعلى فكرة في اليوم نحكي على زواج المتعة، هذا موجود حتى عند السنة. وقفوه عمر لأنه يوم ما عير علي قال له ها البارحة شلون بتتبلى مرة؟ قال له روح اسأل أختك. وقفوا لأن عمر كان من عائلة معروفة ابن صهاك. فلا تجون أنتم كمسلمين اليوم، أنا ما أنتقد العرب بالعكس،
أنا عملت حلقتين عن أن العرب كانت أمة علمانية متقدمة متفتحة متفهمة، ناس هراقين. أبو الحكم مو أبو جهل، محمد هو الجاهل، مو أبو جهل اللي هو جاهل. المهم طيب، باعوا، شوفوا الأسلوب بعلم النفس يسموه، خلينا أوضحها يعني بكلمات عربية، التوجس من ردة الفعل. يعني أنا اليوم أنشر فد فكر، أقول يا عم الزنا حلو، الزنا عبارة عن رياضة جسمانية وتفريغ للشحنات النفسية والعاطفية، والزنا حلو، الزنا لطيف، المرأة تستمتع، الرجل يستمتع. أحاول أزين الخطية بأمور يعني، فأني أعرف الناس راح تنتقدني، راح تقول لي أنت مو عيب عليك، شلون تقول الزنا حلال، الزنا زين، يفيد الجسم، يفيد الحالة الجسمانية النفسية، whatever. يعني أحط أسباب، أنا أقعد بعد أتفلسف. فطبعا أكيد الناس راح تنتقدني، راح تقول لي لا 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 لا، شلون الزنا زين، شلون الزنا هذا مفيد، لا أنت غلطان أخي، الزنا مو مفيد. أوكي، شو أسوي أني؟ فلي قدام تحسبا أطلع آيات أو أفكار الدافع عنه. ود الذين لا يزنون لو كانوا مثلكم لكنهم مصابين بضعف جنسي، ود الذين لا يعرفون قيمة الجنس أن يصيرون مثلكم لكنهم جبناء خوافين، ود الذين، هذا يسموه وسيلة دفاع عن النفس، وسيلة دفاع عن النفس. يعني أنا أتكلم تعاليم خطأ ضد الضمير الإنساني، فأنا متوقع الناس راح ترفض هذه الفكر الخطأ. فلي قدام من البداية قبل ما هم يحجون، لن ترضى عنك اليهود والنصارى، لأن عندهم الكتب طبعا ما ترضى عليك، أنت واحد صعلوك قاتل لص تقطع طريق، شلون يرضى عنك اليهودي والمسيحي، شلون يرضى عليك؟ ما هو عارف، عند الكتب موجودة، ويعرف أنه أنت واحد كذاب، طبعا لن يرضى عنك. لعد شو تريد يسويك؟ يكذب نفسه وعقيدته وكتابه ويجي يصدقك يعني؟ المهم نقرأ في سورة النساء 89، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونوا سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله، فإن تولوا، يعني صاروا أولياء لكم، صاروا مسلمين، فخذوهم، فإن تولوا، هذا إذا تولوا خلص صار مسلم مثلك، بعد صار إرهابي. أما اللي ما يتولى، الذين كفروا، منه كفر؟ كفر بمحمد وبإله، هذا إله القمر، فخذوهم واقتلوهم. يس يطلع مسلم يقول لي يعني القتال ولا يوجد سيف بالقرآن، فخذوهم واقتلوهم. أكيد ما راح يقتلوهم من البوس ومن المحبة، أكيد راح يقتلوهم مو بالكفاكير والشوك والملاعق، أكيد راح يقتلوهم بالسيوف وبالرماح. حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. طبعا ما تقدر تتخذ منهم ولي ولا نصير، لسبب أنه هذول الناس يعرفون أنه أنت نبي كذاب.